مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم مجددا، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى. كل عام ومصر كلها بخير بمناسبة 30 يونيو. أهلا بحضراتكم إلى هذه الفترة من التغطية الإخبارية على شاشة إكسترا نيوز، والتي نبدأها من ملف العدالة الاجتماعية. مشروعنا الوطني حياة كريمة نسعى من خلاله إلى رفع مستوى المعيشة لأكثر من 4000 قرية، مستهدفين تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة لحوالي 58 مليون مواطن خلال السنوات الثلاث القادمة بموازنة تقارب 700 مليار جنيه أو يزيد. وأنني أعلن اليوم انطلاق هذا المشروع الطموح مستعيناً على تنفيذه بالله وبثقة في قدرات المصريين دولة وشعباً، فإنني أعتبره تدشيناً للجمهورية الجديدة ويقين الراسخ بأن تغيير الواقع لم يكن ولن يكون بالكلمات والشعارات والأماني، وإنما بالرؤية المتكاملة بعيدة المدى والتخطيط العلمي وتوفير آليات وعوامل النجاح، ثم العمل الدؤوب، ثم العمل الدؤوب، ثم العمل الدؤوب. تعد مبادرة حياة كريمة أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، والاستثمار أيضا في تنمية الإنسان. تقدم المبادرة خدماتها لنحو 58 مليون مواطن باستثمارات تتخطى 700 مليار جنيه. العرض التالي الذي تقدمه الزميلة لمى جبريل يحمل المزيد. أهلا بحضراتكم. بهدف التصدي للفقر المتعدد الأبعاد وتوفير تنمية مستدامة في محافظات مصر المختلفة، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة في عام 2019، والتي تعد أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها والاستثمار في تنمية الإنسان. ومن هنا جاء دور مبادرة حياة كريمة لتقدم خدماتها لنحو 58 مليون شخص باستثمارات تتخطى 700 مليار جنيه، وبهدف توحيد كل جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث تجتمع للمرة الأولى على مستوى العمل العام أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق، وبسواعد الشباب المصري المتطوع للعمل الخيري والتنموي من خلال مؤسسة حياة كريمة لتكون نبراسا يحتذى به في مجال العمل التطوعي. المبادرة الرئاسية تستهدف بشكل عام التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق غير الآمنة في الحضر، مع تنفيذ تنمية شاملة للتجمعات بهدف القضاء على الفقر وتوفير فرص عمل لدعم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم، فضلا عن إشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم. وتم تقسيم القرى الأكثر احتياجا المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة على ثلاث مراحل. تضمنت المرحلة الأولى منها القرى ذات نسب الفقر من مستوى 70% فأكثر وتحتاج إلى تدخلات عاجلة. أما المرحلة الثانية فتضمنت القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، وهي القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى. بينما شملت المرحلة الثالثة من المبادرة القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%. المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة استهدفت تطوير 377 قرية في 11 محافظة، وذلك لمواجهة تحديات ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه وانخفاض نسبة التعليم وارتفاع كثافة فصول المدارس، بجانب الاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية ومعالجة سوء أحوال شبكات الطرق.
وفي يونيو 2022 أعلنت الحكومة الانتهاء من 90% من المشروعات المستهدفة في 8 محافظات ضمن المرحلة الأولى، وأكثر من 70% من المشروعات المستهدفة في 7 محافظات، وأقل من 70% في 5 محافظات. كما تم تنفيذ نحو 13 ألف مشروع ضمن المبادرة حتى يونيو 2022، وجاري استكمال قرابة 12 ألف مشروع حاليا من خلال توفير سكن كريم ورفع كفاءة المنازل مع بناء مجمعات سكنية في القرى الأكثر احتياجا، ومد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء داخل المنازل، وغيرها من المشروعات التنموية. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا حول أهم المحاور التي تنفذها المبادرة الرئاسية حياة كريمة منذ إطلاقها في عام 2019. بشكر حضراتكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء. تهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى توفير حياة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية. تهدف أيضا إلى التخفيف عن كاهلهم خاصة بالمناطق الأكثر احتياجا. دعونا نتابع المزيد عن أهداف المبادرة في هذا العرض. تتمثل الرؤية الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية حتى عام 2030 تتمثل في بناء مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة في الحقوق وبأعلى درجة من الاندماج المجتمعي. الحكومة عملت منذ عام 2014 وحتى عام 2023 على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي لتحقيق العدالة الاجتماعية. برز ذلك من خلال العديد من المشروعات القومية. دعونا نتابع المزيد في هذا العرض والزميل كريم حاتم. أهلا بكم. ملف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن حياة كريمة لجميع المصريين كان من أهم الملفات التي أولى لها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما بالغا منذ توليه رئاسة البلاد. فمنذ عام 2014 وحتى عام 2023 عملت الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبرز ذلك من خلال العديد من المشروعات القومية في مجالات الإسكان والصحة والتعليم، فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي مثلت على مدار العقد الماضي مظلة حماية اجتماعية للمواطنين في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية. ففي مجال الضمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي تم توفير دعم نقدي لإجمالي 5,200,000 أسرة بما يشمل 20 مليون فرد تقريبا، ما بين 60% مستفيدين من برنامج تكافل و 40% مستفيدين من برنامج كرامة بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فضلا عن تقديم مساعدات نقدية وعينية لإجمالي عدد 3,000,000 مستفيد بإجمالي تكلفة بلغت 56,600,000,000 جنيه. كما تمت زيادة قيمة المعاشات المنصرفة سنويا من 86.5 مليار جنيه في 2014 ليصبح 294,300,000,000 جنيه في 2022. كذلك زيادة عدد أصحاب المعاشات والمستحقين من 8,700,000 ليصبح 10,700,000 مستفيد عن ذات الفترة.
كما تم رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 400 جنيه في 2014 ليصبح 1700 جنيه في 2023، وكذلك رفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 1590 جنيه ليصبح 10900 جنيه عن ذات الفترة. واستكمالا لإنجازات الدولة في مجال تطوير المناطق غير الآمنة، بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم تأسيسها نحو 25000 وحدة سكنية بالمناطق المطورة بإجمالي تكلفة تخطت 760 مليون جنيه، وذلك منذ عام 2014 وحتى 2023، بجانب استهداف تأسيس وفرش أكثر من 11000 وحدة سكنية أخرى خلال العام الجاري بتكلفة تقدر بنحو 985 مليون جنيه. وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تهدف إلى التخفيف عن قاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى من المبادرة أكثر من 186 ألف أسرة، بما يشمل مليون مواطن تقريبا. وبلغ عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر أكثر من 614 ألفا بإجمالي رأس مال 3,200,000,000 مليون جنيه مصري. ولم تخفل الدولة كذلك أبنائها من العمالة غير المنتظمة، وقدمت لهم العديد من أوجه الدعم المادي أو المهني من خلال مبادرات مختلفة لتقديم الدعم لهم، ومن أبرزها مبادرة التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، ومبادرة بر أمان لرعاية صغار الصيادين، وتتلف في حرير للعاملين في صناعة السجاد اليدوي، وطريقك أمان للعاملين في خدمات التوصيل. مشاهدينا، كان هذا استعراضا لجانب من جهود الدولة غير المسبوقة في عهد الرئيس السيسي في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين. شكرا لطيب المتابعة. يعد ملف توفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن حياة كريمة لجميع المصريين يعد من أهم الملفات التي أولى لها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما بالغا منذ توليه رئاسة البلاد. ميرفت المليجي تعرض لنا المزيد. أهلا بكم.
ملف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن حياة كريمة لجميع المصريين كان من أهم الملفات التي أولى لها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما بالغا منذ توليه رئاسة البلاد. فمنذ عام 2014 وحتى عام 2023 عملت الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبرز ذلك من خلال العديد من المشروعات القومية في مجالات الإسكان والصحة والتعليم، فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية والتي مثلت على مدار العقد الماضي مظلة حماية اجتماعية للمواطنين في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية. ففي مجال الضمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي تم توفير دعم نقدي لإجمالي 5,200,000 أسرة بما يشمل 20 مليون فرد تقريبا، ما بين 60% مستفيدين من برنامج تكافل و 40% مستفيدين من برنامج كرامة، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. هذا فضلا عن تقديم مساعدات نقدية وعينية لإجمالي عدد 3 ملايين مستفيد بإجمالي تكلفة بلغت نحو 56,600,000,000 جنيه، كما تمت زيادة قيمة المعاشات المنصرفة سنويا من 86,500,000,000 جنيه في عام 2014 لتصل إلى 294,300,000,000 جنيه في عام 2022، وكذلك زيادة عدد أصحاب المعاشات والمستحقين من 8,700,000 لتصبح 10,700,000 مستفيد من ذات الفترة. كما تم رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 400 جنيه في عام 2014 لتصل إلى 1700 جنيه في عام 2023، وكذلك رفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 1590 جنيه ليصل إلى 10,900 جنيه عن ذات الفترة. واستكمالا لإنجازات الدولة في مجال تطوير المناطق غير الآمنة، بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم تأثيثها نحو 25,000 وحدة سكنية بالمناطق المطورة بإجمالي التكلفة تخطت نحو 760,000,000 جنيه، وذلك منذ عام 2014 وحتى عام 2023، بجانب استهداف تأثيث وفرش أكثر من 11,000 وحدة سكنية أخرى خلال العام الجاري بتكلفة قدر بنحو 985,000,000 جنيه. وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى من المبادرة أكثر من 186,000 أسرة بما يشمل 1,000,000 مواطن تقريبا، كما بلغ عدد المستفيدين من مشروعات متناهية الصغر أكثر من 614,000 بإجمالي رأس مال وصل إلى 3,200,000,000 جنيه مصرية. ولم تغفل الدولة كذلك أبنائها من العمالة غير المنتظمة، وقدمت لهم العديد من أوجه الدعم المادي أو المهني من خلال مبادرات مختلفة لتقديم الدعم لهم، ومن أبرزها مبادرة التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، ومبادرة بر أمان لرعاية صغار الصيادين، وتتلفف حرير للعاملين في صناعة السجاد اليدوي، وطريقك أمان للعاملين في خدمات التوصيل. مشاهدينا، كان هذا استعراضا لجانب من جهود الدولة غير المسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين. شكرا لكم على طيب المتابعة. انضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر. أستاذ محمد، برحب بحضرتك. يعني منذ عام 2014 والعديد من ملفات العدالة والحماية الاجتماعية تتصدر أولويات الدولة المصرية، كيف تقيم وتنظر إنجازات الدولة بهذا الصدد خلال العشر سنوات الماضية؟ خلينا أقول لحضرتك أنه بمناسبة الاحتفال بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، النهارده واحنا بنتكلم على الهتاف اللي كان موجود في الشارع اللي بيطالب بضروره ان تكون هناك عداله اجتماعيه بعد 10 سنين، احنا النهارده بنشوف انه هذا المطلب اللي طلبت فيه جماهير المواطنين في 2013 بيتحقق على ارض الواقع من عده محاور، بدءا من حرص الدوله على توفير حياه كريمه حقيقيه ودعم الاسر الاولى بالرعايه، والمشروع الضخم والعملاق اللي احنا بنتكلم عنه
دايما واللي بيعتبر ركيزه اساسيه لتحقيق العداله الاجتماعيه لابناء الريف المصري اللي بيصل النهارده لحوالي اكثر من 60 مليون مواطن في مشروع حياه كريمه. يعتبر المشروع الرائد والمشروع العملاق اللي حقق بشكل حقيقي على ارض الواقع معنى العداله الاجتماعيه خصوصا لابناء الريف اللي كانوا مهمشين على مدى عقود طويله جدا لم يحصلوا على اي خدمات تذكر في خلال فترات متعاقبه. النهارده بنشوف القرى اللي تم تطويرها من خلال مشروع حياه كريمه بتنعم بكافه الخدمات اللي كان موجود جزء منها في الحضر والريف لا يتمتع بيها. ده بالاضافه للمحاور الاخرى اللي شملت مشروع زي مشروع تكافل وكرامه، اللي شملت ايضا التطوير اللي حصل في منظومه المعاشات واللي شهدت زياده كبيره جدا وصلت خلال الفتره اللي فاتت لاكثر من زياده بلغت اكثر من 120%، بالاضافه للرؤيه الواضحه لتحقيق العداله الاجتماعيه من خلال توفير فرص عمل، من خلال المشروعات الصغيره والمتوسطه ودعمها، من خلال دعم العماله غير المنتظمه، من خلال رعايه المراه المصريه وتوفير فرص عمل ليها. خليني اقول لحضرتك ان ملف الرعايه الاجتماعيه ما تحقق فيه خلال الفتره اللي فاتت في خلال العشر سنوات اللي فاتوا لم يتحقق في تاريخ الدوله المصريه من قبل، وليست هذه مبالغه، ولكن انما ما جرى على ارض الواقع من مشروعات يؤكد ذلك. خليني اتوقف عند يعني ملف من اهم الملفات اللي كان بيؤرق الدوله المصريه واللي العديد من الانظمه لم يعني تقم بعمليه انجاز حقيقي فيه زي ملف المناطق العشوائيه والمناطق غير الامنه، وده كان من اخطر الملفات واللي الدوله المصريه في خلال 10 سنوات اللي فاتوا خاضته بقوه وقدرت ان هي تنجزه. والنهارده بنقدر نتكلم نقول ان احنا الحمد لله رب العالمين ما عندناش مناطق عشوائية غير آمنة. من دولة كان عدد المناطق العشوائية غير الآمنة فيها بيبلغ حوالي 357 منطقة في 25 محافظة، ده كان من أخطر الملفات. يمكن السيد الرئيس لما تحدث عن أنه ما يصحش أن أهالينا يبقوا موجودين في المناطق دي، نهاردة بنشوف أهالينا اللي كانوا في المناطق دي عايشين في مناطق مطورة، في مناطق تم تطويرها بشكل كامل، توفير فرص عمل ليهم موجودة فيه. نعم، هذا ما كنت أود الحديث عنه معك أستاذ محمد. يعني ربما كان الإسكان والصحة والتعليم ومواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية كلها كانت مستهدفات من قبل القيادة السياسية للعمل عليها خلال العشر سنوات. نعم، يعني خليني اقول لحضرتك انه بدءا من ملف الصحه، وده يمكن من الملفات المهمه جدا. مصريين احنا كاعلاميين قعدنا فتره طويله نتحدث عن اخطر مرض كان بيهدد حياه المصريين وهو مرض فيروس سي. كنا بنتكلم عن انه فيروس سي بيلتهم اكباد المصريين والجميع واقف صامت، الاسر المصريه كانت بتعاني بشكل كبير. الدوله المصريه النهارده هي الدوله الوحيده على مستوى العالم اللي قدرت ان هي تقضي على فيروس بشهادة منظمة الصحة العالمية نفسها. المبادرة اللي تم إطلاقها واللي أطلقها السيد الرئيس للقضاء على فيروس النهاردة إحنا بنشوف ثمارها على أرض الواقع. ده بالنسبة للقطاع الصحي، بالإضافة للمبادرة الثانية في القطاع الصحي واللي بتعتبر من أضخم المبادرات، القضاء على قوائم الانتظار، واللي كنا بنتكلم أول ما بدأت المبادرة في التسجيل فيها اللي كان عدد الحالات فيها لا يتجاوز ال 23,000 حالة. النهارده بنتكلم في 700,000 حاله تم علاجها من قوائم الانتظار. ده بيورينا قد ايه الدوله المصريه حريصه على تطوير هذا القطاع. بنشوف المرحله الاولى من التامين الصحي الشامل اللي كان مشروع مجرد حلم اللي بيتحقق النهارده على ارض الواقع، واللي بدل المرحله الاولى ما تكون خمس محافظات النهارده بقت سبع محافظات. ان شاء الله باذن الله المشروع ده هيبقى من المشروعات الرائده في الدوله المصريه، توفير رعايه صحيه حقيقيه. خليني اقول لحضرتك ملف ولا زالت المبادرات الصحيه مستمره، فنحن الان بصدد مبادره 100 يوم صحه التي اطلقت منذ ايام ولا زالت مستمره. ده يعني بشكر حضرتك، دي برضو من المبادرات المهمه زي المبادره الام الاساسيه للمبادره 100 مليون صحه، واللي قدرت ان هي تعمل كشف
على جميع المواطنين، دي لم تحدث ايضا على مستوى العالم، ان الدوله تطلق مبادره تقوم بالكشف على جميع مواطنيها على بكافه الامراض غير الساريه، واللي قدرت من خلالها ان هي تضع خريطه صحيه للشعب المصري. دي كانت من الملفات المهمه. خلينا اقول لحضرتك انه القطاع الصحي النهارده حصل فيه تطور كبير، بنتكلم عن مدينه الدواء، بنتكلم عن المرحله المهمه جدا دي البلازما، بنتكلم واللي بدات مصر تدخل فيها في صناعه الادويه الحيويه واللي العالم كله بيتجه ليها في خلال الفتره اللي جايه. القطاع الصحي بيشهد نقله نوعيه كبيره جدا. نعم بالفعل الدولة تتجه حاليا وبشكل خاص ناحية يعني صناعة الدواء وتوطين صناعة الدواء أيضا من خلال عقد الشراكات الدولية مع الدول المعروفة والمتخصصة والمشهورة في هذا المجال. بنشكرك شكرا جزيلا رئيس تحرير مجلة أكتوبر الأستاذ محمد أمين، شكرا على هذه الإضاءات. أولت مصر ملف الحماية الاجتماعية اهتماما بالغا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم. على مدار السنوات الماضية تبنت الدولة العديد من القرارات والمبادرات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لدعم المواطن. المزيد في هذا العرض والزميلة آلاء طاهر. أهلا بكم. منذ تولي الرئيس السيسي عملت الدولة على بناء منظومة حماية اجتماعية عبر العديد من القرارات والمبادرات، فضلا عن تبني استراتيجية اقتصادية واجتماعية وصحية متكاملة. وبلغ إجمالي مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين أكثر من 529 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2023-2024 مقارنة ب 228.6 مليار جنيه عام 2013. كما تم زيادة تمويل برامج الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة إلى 31 مليار جنيه مقارنة ب 5 مليارات جنيه عام 2013. كما تم تخصيص أكثر من 200 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6% مقارنة ب 29.2 مليار جنيه. ووجه الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة ليصل ل 3500 جنيه شهريا بالنسبة للدرجة السادسة. هذا وتم زيادة دعم السلع التموينية إلى 127.7 مليار جنيه مقابل 35.5 مليار جنيه قبل 9 سنوات. كما خصصت الدولة 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي. أطلقت الدولة العديد من المبادرات الصحية أبرزها المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي، فضلا عن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا لأبرز جهود الدولة خلال السنوات الماضية في مجال الحماية الاجتماعية. نشكر لكم طيب المتابعة. فاصل قصير مشاهدينا ونتابع من بعده ما تبقى لنا من هذه التغطية، ابقوا معنا. We'll be right back.
الموانئ البحرية والجافة، تطوير القدرات اللوجستية للدولة المصرية. كان تطوير الموانئ البحرية والبرية الجافة والمناطق اللوجستية ضرورة لإعادة القوة لعصب العمل اللوجستي في مصر، وذلك لتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية وربطها بمناطق الاستثمار وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات. تطوير الموانئ البحرية التجارية على شاطئ البحرين الأحمر والمتوسط في خطة شاملة وضعتها الدولة لتطوير تلك المنظومة التي يعبر من خلالها 90% من حجم تجارة مصر مع العالم، تنفيذ 80 مشروعاً بإجمالية تكلفة 129 مليار جنيه بأيدي 50,000 عامل وبمشاركة حوالي 100 شركة قطاع خاص. شمل تطوير الموانئ المصرية إنشاء أرصفة جديدة بإجمالية أطوال 35 كيلومتراً وبأعماق تتراوح من 15 إلى 18 متراً لتصبح إجمالية أطوال أرصفة الموانئ المصرية 73 كيلومترا، إنشاء حواجز أمواج بإجمالية أطوال 15 كيلومترا، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلا من 185 مليون طن سنويا، ونحو 22 مليون حاوية مكافئة سنويا. إعداد مخطط شامل لإنشاء عدد 17 ميناء جافا ومركزا لوجستيا على مستوى الجمهورية، ميكنة 3 موانئ بتكلفة 20 مليون جنيه، واستغلال الحلول التكنولوجية لخفض زمن الإفراج الجمركي بنسبة 50%. حسستني أنا إنسان. دي مبادرة من سيادة الرئيس بصراحة ما حدش ينساها أبدا. يعني حياة كريمة على مستوى الجمهورية عمل الشغل عملاق كبير. إحنا بجيلة بني آدمين وحياة أي حياة كريمة. ينصر ربنا ويخليه عشان هو عمل الحاجات الحلوة دي. أشرقت الشمس بعد ظلام على مصر وعلى الصعيد. يكفيني إنه بدل ما يدوني فلوس علموني صرافة حبيبتي. حياة كريمة بنت بيوت تشطيب كامل، حمام، مطبخ، أوضتين وصالة. مقبرة أنا هشتغل مع حياة كريمة. تحيا مصر، تحيا حياة كريمة. يا ابن بلدي صبرت كتير ومستني بكرة جايل لك مشروعنا كبير وفي ألف فكرة. هتلف مصر حياة كريمة وفي كل مصر دي حاجة عظيمة. هتلف مصر حياة كريمة وفي كل مصر دي حاجة عظيمة. أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا بعد الفاصل، ونواصل مع حضراتكم هذه الفترة من التغطية على شاشة إكسترا نيوز.
نتوجه لملف آخر وهو ملف الشباب، حيث أنه إيمانا بدور الشباب الحيوي في حاضر ومستقبل هذا الوطن أولت القيادة السياسية أهمية كبرى لتمكين الشباب وتنمية قدراتهم. المزيد في عرض الزميلة جاكلين ماهر. أهلا بكم. أولت الدولة متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بملف تمكين الشباب في المناصب والوظائف كأحد الأساسيات للعبور نحو الجمهورية الجديدة، حيث اتخذت الدولة خطوات عدة نحو إفساح المجال للشباب على كل الأصعدة. الرئيس السيسي أعلن في 2016 عاما للشباب، وأطلق معه البرنامج الرئيسي لتأهيل الشباب للقيادة، ليؤكد أن الخطوة الأولى لإشراك الشباب في الحياة العامة في مصر هي تأهيلهم أولا. وكان البرنامج الرئيسي لتأهيل الشباب للقيادة أول هذه التدخلات، فقد انطلق البرنامج في 2016 بهدف تأهيل وتدريب 3500 شاب يمثلون نموذجا تحتذي به الهيئات والمؤسسات في تدريب وبناء كوادرها ويسهمون في صنع السياسة العامة للدولة مستقبلا. وقد حقق هذا البرنامج مكتسبات عديدة على مستوى بناء الثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة. وتأكيدا على بناء قدرات الشباب، أصدر الرئيس السيسي في عام 2017 قرارا بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، التي تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بجميع قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم من خلال البرامج التدريبية في المجالات المختلفة. كذلك وافقت القيادة السياسية على عقد مؤتمر دولي سنوي للشباب من مختلف دول العالم تحت اسم منتدى شباب العالم. وبعد عقد المنتدى لثلاث دورات متتالية ناجحة من حيث التنظيم والمحتوى والمخرجات، اعتمدت الأمم المتحدة المنتدى بوصفه منصة عالمية للحوار بين الشباب. لم يقتصر الأمر على تقديم البرامج، ولكنه امتد أيضا إلى تمكين حقيقي للشباب في جميع الاتجاهات الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. فعلى الصعيد السياسي، شهدت السنوات العشر الماضية نموا ملحوظا في أعداد الشباب في المناصب القيادية، وصدر في 2014 قرارا بتفويض الوزراء في اختيار معاونيهم، وبدأت بالفعل العديد من الوزارات في تطبيقه. كما تولى الكثير من الشباب مناصب نواب للمحافظين، وشهد برلمان 2021 مشاركة قوية من الشباب. وعلى صعيد التمكين الاقتصادي، أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بخلق فرص عمل للشباب، بما يساعد على استيعاب الزيادة السنوية في الطلب على العمل وتوفير مستوى معيشة لائق، وذلك من خلال المشروعات القومية الكبرى أو تشجيع المستثمرين على إنشاء مشروعات جديدة أو تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال القروض الميسرة. وعلى صعيد التمكين الاجتماعي، اعتمدت الدولة على التطوع كأحد أهم الأولويات في تمكين الشباب وإدماجه في المجتمع ودعم الولاء والانتماء، بالإضافة إلى اكتساب العديد من المهارات الشخصية. ويعد مشروع حياة كريمة والتحالف الوطني للجمعيات الأهلية أبرز التطبيقات المجتمعية لدعم ثقافة التطوع بين الشباب المصري. مشاهدينا، استعرضنا معكم أهم السياسات والخطوات التي اتبعتها الدولة لتمكين الشباب على مختلف الأصعدة. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء. تولي الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماما كبيرا بالشباب في إطار البعد الاجتماعي لسياساتها التنموية، بما يعبر عن الإيمان الراسخ بضرورة مشاركة هذا القطاع العريض في جميع مجالات التنمية الشاملة التي تشهدها مصر. دعونا نتابع هذا العرض.
بدأت ثورة 30 يونيو نواة حقيقية لتمكين الشباب بعد سنوات من التهميش. أولت الدولة متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بملف تمكين الشباب في المناصب والوظائف كأحدى الأساسيات للعبور نحو الجمهورية الجديدة. مع انطلاق ثورة 30 يونيو وإصرار شعب مصر للتخلص من الجماعة الإرهابية حتى أصبح هذا التاريخ حداً فاصلاً بين التهميش الذي عانى منه الشباب في الماضي والتمكين الذي طالما حلموا به وأصبح بين أيديهم واقعاً ملموساً. احنا بعد 30 يونيو كان عندنا تغير استراتيجي في منهجية فكر الدولة في التعاطي مع ملف الشباب. قبل 30 يونيو كان الشباب هو على الهامش في الحياة السياسية، في الحياة الاقتصادية، في كافة المجالات. لكن بعد 30 يونيو حصل تغير استراتيجي في منهجية الفكر ده، وكان صاحب التغير ده هو الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كان لديه إيمان كبير جدا بقدرات الشباب. وده التحول ده بدأ من الرئيس السيسي وبقى موجود في كافة مؤسسات الدولة، ووصلنا لمرحلة من التهميش الشباب إلى أن هم أصبح عنصر ورقم فاعل في الحياة المصرية بشكل عام. ما أقدرش أقول الحياة السياسية بس ولا الحياة الاقتصادية بس، لكن بتكلم على الحياة المصرية بشكل عام. وربما يكون 2016 هو العامل الفاعل أو العامل المحوري فيما يتعلق بآلية تمكين الشباب بعد 30 يونيو. ليه أنا بقول كده؟ لأنه ده العامل اللي كان أطلق عليه الرئيس السيسي عام الشباب، وكمان نتج عنه مجموعة من المحددات والمعطيات المهمة جدا فيما يتعلق بتمكين الشباب في مصر. وبعد نجاح ثورة 30 يونيو واحتفال المصريين بها وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، أثبت خلالها اهتمامه الكبير بقضية تمكين الشباب وإعداد جيل جديد من القيادات الشابة، وتبلورت إرادة الرئيس في البرنامج الرئاسي عبر مجموعة من الدورات ومؤتمرات الشباب الدورية التي توجت بمنتدى شباب العالم وإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى إصدار قرار بتعيين 4 مساعدين و4 معاونين لكل وزير من الشباب. الوزراء نفسهم أصبح حواليهم معاونين من الشباب، لديهم مساعدين من الشباب، وبالتالي كانت هذه الصورة بتدعم شكل الدولة الكامل وبتتماشى مع المضمون الحقيقي اللي الدولة المصرية بتريده وتريد تحقيقه. وأظن أن حتى الخطوات المقبلة في مستقبل الشباب المصري ستساعدهم أنهم يكونوا متواجدين أكبر بشكل أكبر في غرف البرلمان، سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وأيضا في المناصب التنفيذية والمناصب القيادية. وبالتالي هذه التجارب الرائدة اللي كان أساسها توجه كبير من الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي المصري في 2014، أظن أن هي مكملة معانا، وهذا الأمر سيساعد الشباب أن هم يكونوا موجودين بشكل أكبر وبشكل حقيقي. ودعمت الدولة الشباب من خلال تقديم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإطلاق مبادرات ريادة الأعمال ورواد 2030 ودعم الابتكار والتطور التكنولوجي. وجاء برلمان 30 يونيو مختلفاً، فاستحوذ الشباب على قرابة ثلث المجلس ب 185 نائباً، وشهد برلمان 2021 مشاركة قوية، وأصبح التمكين حقيقة على الأرض وليس شعارات فقط. بهذا التقرير نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الفترة من التغطية المباشرة معكم على شاشة إكسترا نيوز، والتي تابعنا فيها ملفات العدالة الاجتماعية وتمكين الشباب منذ ثورة 30 يونيو. شكرا على طيب المتابعة. صاحبتكم في هذه الفترة على مدار ساعة دريم مصطفى. حتى ألتقيكم من جديد، أترككم في أمان الله.